اجي انا او اجي انا واقول لك يا دكتور سامي ترى ولدي انا عامل نظافه، تقبل بها زوج بنتك؟ اكيد راح الباب راح تسكره في وجهي، تقول كيف من تكونين اصلا ان انا يا سامي ولد حسين زيدان ازوج بنتي العامل نظافه؟ اذا هم نفسهم الشورى يتعاملون مع المجتمع السعودي كاننا للاسف الشديد اعداء لهم، عمرهم ما طلعوا وما شاء الله عليكم تجتمعون وتضربون هذيك التوصيه. صلحوا الله يكرم السامعين جزم المصلين، احس بخجل والله لما نتكلم مع اعضاء مجالس في العالم الاخر يقولون هذا مجلس الشورى معاكم ولا ضدكم، يعني حتى هم نفسهم يسالون متاكدين انهم سعوديين؟ اقول لهم ايه سعوديين. لما يجي واحد يقول لك مو